السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الصغار. اليوم غادي نرسمو، اليوم غادي نوريكم كيفاش تصوبوا الفراشة من الورق. فراشة من الورق إن شاء الله غادي تتبعوا معايا المراحل، راه سهلة جدا. ممكن ديروا إلا ما عندكمش الورق الملون ممكن تلونوا كنطويوها هو الأول، كنطويوها الورقة على النص، تنحلوها تنجيو تنطويو داك الربع اللي بقى لينا حتى النص، تنطويو عاود نص لاخر. هاد الفراشات هادو ممكن تزوقو بيهم حتى الجدران ديال البيت تاعكم، هما كيف تتشوفو عندنا ثلاثة طيات في الوسط. وكنجيو هذا تنديرو ليه تنديرو له هكا، تنطيوها للخارج، تنطيو للخارج، عاوتاني تنطيو هذا لهنا بحال الشكل ديالو حتى هكا. بعد تنشدو هادي تنطيوها للخارج، تنطيو هادي للخارج حتى هي بحال هكا. كيف قلت لكم في الاول، عفوا اصدقائي نسيت، وتنديروا ليها هذا الشكل هذا بحال المروحي، بحال المروحه اللي كنا كنديروا في النسخه بحال هكا. تنطويو مره هكا مره هكا مره هكا، مره للداخل مره للخارج، حنا تنقلبوا فيها، تنطويوها بالعكس. شفت اصدقائي الصغار، سهله جدا، وهي غادي تزوقوا بها المجلات الحائطيه، لي بروجي اللي تيقول لكم اللي كيطلبوا لكم الاساتذه غادي تزوقوا بهم. طيب بحال هذا الشكل هذا تنديروا ليها هكا، تتكون على هذا الشكل. بقاو معنا باش نشوفوا النتيجه في الاخير ان شاء الله كيفاش غادي تكون. الان اصدقائي غادي نمروا باش نديروا ليها الودنين ديالها، تنشدوها من هنا ولات هكا باش يبان لينا هذا اللون هذا، تنشدو تنحيد هذا الشيء هذا اللي كاين هنا، هذه السيده هذه. دابا غادي نديروا ليها الودنين، دوك لي زونتين ديالها غادي نديروه هكا للخارج، هاد اللون هذا باش درت له هكا باش اللون يبان للخارج. شفتوا كيفاش دائما كنلويوه باش يعطينا داك الشكل تاع الودينات ديالها بحال هاد الشكل هذا. هذا غادي نشدو لاكول، نشدو لاكول غنديروها هنا، هادو زويونين. ممكن كيف قلت الا ما عندكمش الاوراق الملونه ممكن تستعملوا اوراق بيضاء وترسموا فيها الاشكال اللي بغيتوا، ترسموا فيها دوائر، تلونوها بالالوان اللي بغيتوا، وممكن تخليوها بيضاء وتخليوها بيضاء الا بغيتوا. غادي نوضع باقي شويه ديال اللصاق باش يتبت لينا هاد، عفوا باش يتبت لينا هاد الودينات ديال الفراشة تاعكم. الفراشة ديالنا قربت تكون جاهزة، الفراشة نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم وتحاولوا تصوبوها. غير بالنسبه للاطفال الصغار يكونوا حداكم والديكم الا غادي تستعملوا المقص. بالتالي الفراشه ديالنا ها هي كيف كتشوفوا، الفراشه ديالنا ها هي وكيف قلت لكم ممكن تزينوا بها الجدران ديال الغرف ديالكم. قصحه انك قصحه
نورك عليها بالمقص. هاي شتيو راه زوينين في المنظر، كأنها فراشة حقيقية. نتمنى تعجبكم وديروها في التسلية، ولا كيف قلت لكم في ترجوها ولا تستغلوها في لي بروجي اللي كيطلبوا لكم الاساتذه ديالكم بالنسبه للمستويات الاول والثاني والثالث. الفراشة ممكن ديروا الوان مختلفه، ممكن تلونوها نتوما بروسكم وهادو اصدقائي بعض الاشكال اللي كنت درت في العمل ديال لابيتي مع بنتي. نسيت ما صورتش العمل كله، وكنتمنى يعجبكم هذا العمل، وشكرا.